معنا في الاستوديو الاستاذ محمد بن خروف، رئيس الرابطه الدوليه للكفاءات الجزائريه بالمهجر. صباح الخير، مرحبا. السلام عليكم. شكرا لك. وعليكم السلام. والشيخ شراك نعاس، امام الخطيب من الجزائر العاصمه. صباح الخير، مرحبا شيخ. طيب، نبدا مع الاستاذ محمد بن خروف. تعليقك على ترحيل هذا الامام الجزائري. السلطات الفرنسيه تقول انه خطابه كان متطرف، هو ينفي ذلك عبر وسائل اعلام اجنبيه. منظمات حقوق الإنسان في الجزائر تستنكر هذا القرار. نعم، ليست المرة الأولى أين يطرد إمام جزائري من الأراضي الفرنسية، وهذا له تفسير واحد، هو أن فرنسا لم تعرف كيف تتعامل مع هذه الصحوة الإسلامية المتواجدة في أوروبا، خاصة في فرنسا منذ التسعينيات. فالحدث كان كبير لم تتصوره السلطات السياسية الفرنسية بهذا الحجم بهذا القدر. فكان يكتفي الأمر على مؤسسة إسلامية عريقة في فرنسا التي هي مسجد باريس الكبير، والتي كان على عاتقها تسيير شؤون المسلمين في فرنسا. لأن هذا المسجد كانت عليه تضاربات سياسية مصالحية من طرف بعض الأطراف، يعني أصبح سيست هذه المؤسسة، وبالتالي أصبحت غير قادرة على أن تلبي كل طلبات الهائلة من المجتمع الفرنسي للدخول في الإسلام. صحيح أنه كان جالية جزائرية مسلمة كبيرة، جاليات مغاربية أيضا، جاليات أسيوية متواجدة في فرنسا، وكل هذه الجاليات تحاول أن تفرض نفسها، تفرض وجودها من خلال مذاهبها ومعتقداتها، وفي غالب الأحيان لا مذهب ولا معتقد. أصبح هناك كثير نوع من الفوضى في تسيير أمور المسلمين. فتدخلت الدولة بالرغم عنها، وكان يعني تدخل تحا غير منطقي. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الأسس الدولة اللائكية التي يجب أن تحترم عدم التدخل في شؤون المسلمين لاعتقاداتهم، وكذلك عدم تسييس الدين. لكنها بالرغم من ذلك تدخلت، ولاحظنا تدخل في هناك أسباب لتدخل الدولة الفرنسية. نعم، نيكولا ساركوزي نفسه، وهذا من أجل احتواء هذا الوعاء الانتخابي المسلم لأجل طرف من الأطراف، خاصة كذلك بعد الأوضاع الأمنية الأخيرة في فرنسا. أكيد. ممكن يعني هذا يعني جبت كذا يعني بالمرحلة منذ التسعينيات. وأنا كنت من أعضاء المؤسسين للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وقلنا آنذاك أن تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للسيرسيان كان أسس على يعني عبر طرق غير معقولة، ولا يمكن أن يذهب بعيدا من أجل أن يمثل المسلمين في فرنسا بكل يعني مذاهبهم، لانه ليس كل الجزائر او المغرب العربي عندنا المذهب المالكي فقط، فيه طوائف اخرى، الشيعة، السنيين، المذاهب الأربعة موجودة، وحتى في بعض الاحيان نجد مذاهب لا اساس لها من الصحة. تدخل نيكولا ساركوزي، لكن لم يعطي هذه المؤسسة مسجد باريس الكبير الضمانات الكافية من أجل تكوين الأئمة، من أجل تعليم الأبناء أو الشباب الذين ينضموا أو يدخلون في الإسلام. فأصبح هؤلاء الشباب يقتصرون على المعلومات التي يجدونها في الأنترنت، والتي تبعدهم مباشرة إلى بعض المذاهب أو بعض نعم. ولهذا أصبحت هذه الفوضى يعني غير ممكن أن نتصرف فيها مثل ما شئنا. طيب، نحن أمام باختصار نحن أمام إمام متهم بالتطرف. هل في فرنسا في ظل هذه الأوضاع الأخيرة، وأنت قريب من الجالية هناك، في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما زال هناك أئمة عندهم خطاب متطرف في فرنسا لهذه الدرجة؟ لا أظن هذا لعدة أسباب، لا أعتقد هذا لعدة أسباب، منها يعني حتى السلوك المسلم، سلوك الإمام، يعني يفرض عليه بأنه يتواجد في هذا البلد وأنه ينزع قميص الدين أو الذي تعلمه عن آبائه وعن أجداده، وأن يتقمص القميص الذي يمليه عليه هذا النظام. فرنسا تريد خلق إسلام جديد أوروبي
يتماشى مع متطلبات المجتمع الغربي الذي يتنافى مع حتى في يعني في بعض الحالات مع المعتقد نفسه. كيف رأينا حالات عديدة من أئمة سجنوا بأسباب يعني شرح آية في القرآن الكريم وهو يعني بريء من كل هذا؟ هل يمكن الإمام أن يتملص من هذا؟ لا، يشرح الآية القرآنية كما جاءت في نصها القرآن الكريم، وهذا الشرح يتهم بأنه يدعو إلى التطرف ويدعو إلى قتل غير المسلم وكذلك. هذا سوء فهم. قبل الذهاب للإمام باختصار، هل يحق لفرنسا بقوانينها وترسانة قوانينها التي تمنح حريات أكبر لمواطنيها ولرعاياها أنها ترحل إمام بين قوسين رعية ترحلها إلى الجزائر، خاصة أنه منظمات حقوقية فرنسية كانت قد في الأول كانت قد عارضت ترحيل هذا الإمام؟ نعم، بعدين مشت مع القانون. نعطيك أنا يعني هذا، نحن ضد ترحيل أي إنسان من أوروبا ومن فرنسا إذا ارتكب أشياء أخرى، لأنه مواطن فرنسي. لا تنسى هذا كان هذا عنده ازدواجية الجنسية الجزائرية، فما بالك إذا كان فرنسيا بحثا من أصول فرنسية. اليوم أكثر من 35% من مسلمي فرنسا هم مسلمون من أصول فرنسية. إلى أين يرحل هذا الإمام؟ إلى أين يرحل؟ يرحل إلى الجزائر؟ الجزائر قل هذا فرنسي، كيف ترحله لي؟ أنا لست مقبرة لهؤلاء الناس الذين لا يحترم. لا، بل هو ابنك، يجب عليك أن تعطيه كل الإمكانيات، كل الإمكانيات من أجل أن يحافظ على هويته، على معتقده، على دينه الذي تعترف به. كان من أفضل أن المشكلة يعالج في فرنسا ولا يرحل إلى الجزائر، مثل ما يعني هذه القضية وكأنها تملص من المسؤولية، لأن السياسة تدخلت في الدين ورأينا يعني الآثار السلبية لهذا. طيب، التدخل السياسي في الدين الإسلامي عكس الديانات الأخرى التي لها ممثليها ولها مؤسسة واحدة، مثلا الديانة اليهودية عندها المجلس التمثيلي للإسرائيليين في فرنسا، وهذا المجلس هو اللي ينظم كل كبيرة وصغيرة في الديانة. طيب، اليهودية. طيب، ولا تعالج الأمور بهذا الطريقة. نعم. الشيخ شراك نعاس، أمام نحكيه على الجارية الجزائرية المسلمة في فرنسا كيف تتعامل مع بين قوسين أئمة متطرفين هكذا كما تدعي السلطات الفرنسية، كيف تتعامل ما بين التطرف، لا تمشي في جهة التطرف ولا لا تفرط ولا لا تفريط ولا إفراط هكذا، يعني ما تمشيش مع المتطرفين وما تفرطش في دينها في فرنسا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيها. أولا أشكركم على هذه الدعوة. بما يخص يعني موضوع التطرف، هذا الموضوع يحتاج إلى تفسير التطرف وتفسير الإرهاب وتفسير التشدد. نحن في ديننا أيها الأخ الكريم ليس هناك تشدد وليس هناك تطرف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعلم من السنة النبوية الشريفة الكريمة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وقال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فليس في ديننا ما يدعو إلى التشدد، التشدد بعيد كل بعد عن أخلاق المسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجالية المسلمة يعني في فرنسا كما قال الأخ الكريم، يعني حقيقة الإمام الموجود في فرنسا هو يعني يعقل تمام العقل أن الخطاب التطرف هناك لا يصلح، وأن هنا الخطاب في التشنج والتشدد لا يصلح هناك. فيعني هذا ربما هذه اتهامات يعني سياسية واتهامات أنه كما قال الأخ الكريم أن فرنسا لم تستطع أن تحتوي هذه الجالية المسلمة الكبيرة. فكل إمام يعني قد درس وقد تعلم لا يجوز له أن يصعد إلى المنبر وينشر الكراهية والتطرف. ربما هم في نظرهم يعني متطرفا، ولكن بالحق ليس هناك تطرف. لكن أنت كإمام ذهبت إلى فرنسا مثلا، نعم، عندك حدود تمشي عليها في إطار القوانين الجمهورية الفرنسية. طبعا نعم، الإنسان إذا نزل بلدا معينا لابد أن يحترم قوانينه. أنت دخلت بتأشيرة وتحترم القوانين، ولكن هناك أمر آخر كما قال الأخ، هو اعتقادك ودينك يملي عليك ذلك. فإن كان هذا الخطاب الذي يعني تمليه على الناس والذي تسمعه الناس عندهم متطرف هذا شيء آخر. أما إسلام ليس هناك فيه تطرف. قد يعني يحصل بعض يعني الجالية وبعض الأئمة ربما
يعني في طرح أفكارهم وفي طرح يعني بعض المعتقدات الدينية، لكن عندها عند الآخر يفسر تفسير آخر. لكن نحن في ديننا وفي إسلامنا ليس هناك ما يدعو إلى التشدد، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذا الدين متين، والله عز وجل حافظ أحكامه وحافظ حدوده. فالإنسان المبلغ هناك في فرنسا والإنسان الذي يعيش في فرنسا ويعقل الخطاب، كل أئمة خصوصاً الجالية الجزائرية والحمد لله أئمتنا هناك يعني أئمة يعني عندهم فكر يعني معتدل، فكر يعني وسطي، تخرجوا من معاهد، تخرجوا من مدارس. فأنا لا أقول هذا الإمام ربما ظلم، يعني ظلم ربما عنده يعني أمور أخرى، ولأنه اتهم يعني نعم بدعوة للقتال في سوريا هكذا، هو نفى ذلك عبر يعني نعم بتصريح. يعني قلت هذه أشياء لا يمكن الحكم عليها هكذا. صحيح أنه المساجد مراقبة من طرف أجهزة الأمن الفرنسية، الأمن الفرنسية مراقبة يعني مراقبة شديدة، ولا يمكن للسماح لإمام يعني ولو يغلط مرة واحدة فوق المنبر أن يترك ليستمر في خطابه التشددي إذا كان هناك متشدد. أنا يعني أنكر هذا، ربما ما فيش إمام واحد ليدخل الجمهورية الفرنسية ويكون يعارض قوانين الجمهورية البعض الفرنسية. البعض قال أن هذا الإمام لكن يعني عنده منهج معين، منهج معين لا يتلائم مع يعني الجهات الفرنسية والسلطات الفرنسية. نعم. لهذا يريدون أن يكون المنهج المعين الذي لا يتلائم يتواجد في المصليات الصغيرة، يتواجد في الضواحي الصغيرة وليس في المساجد الكبيرة. هذا مسجد يخضع لقانون 1905، مسجد السنة في نعم في مارسيليا، مسجد السنة في مارسيليا، مسجد كبير في ليون، مسجد غرونوب، مسجد باريس. هذه المساجد الكبيرة يعني تحت حماية هيئات دينية، سواء كانت المجلس مسجد باريس الكبير أو اتحاد مسلمي فرنسا اللي يسير من طرف المغاربة، أو المساجد التي تسير من طرف الأتراك، أو المساجد التي تسير من طرف الأفارقة، أو المساجد التي تسير من طرف الإخوان المسلمين في الإخوان المسلمين، أو المساجد التي تسير من مسلمي جزر موريس. يعني هناك ضخم كبير، ضخم كبير من هذه المصليات التي ربما قد تحدث في بعض المصليات من طرف إما لا يحسنون اللغة الفرنسية لأنهم لا يتكلمون اللغة الفرنسية. أعطيك مثال بسيط، في حديث بين تلميذين في مدرسة يقول ماذا أكلت يعني البارحة في بيتي، الآخر التلميذ الجزائري قال له كليت لسان العصفور، يعني يعرف هكذا، والآخر قال له سيكوا لا لونغ دي زوازو، أنت يعني مجنون تأكل شفت الفهم كيف يعني لم يتقبل من ناحية الثانية. ولهذا في الأئمة غالبية الأئمة لا يحسنوا التعبير باللغة الفرنسية يعني وإيجاد الكلمات المناسبة، وهذا ربما يوقعهم في مشاكل، يفسر بطريقة أخرى وكأنه دعوة إلى التطرف. الشيخ شراك نعاس، فيه الكثير من الأئمة الجزائريين يتوجهوا لفرنسا خاصة خلال شهر رمضان، لازم يكونوا يتقنوا لغة فرنسية هكذا للتواصل. مشكل كبير أنك ما تنظر الإنسان الداعية والإنسان الإمام والإنسان الذي يصلح لابد أن يتكلم بلسان القوم، لسان القوم لازم لما تخاطب الناس خاطب الناس على قدر ما يفهمون، على قدر ما يسمعون. فأنت تخاطب الناس بلغة عربية كما ذكر الآخر، هناك يعني جمهورية فرنسية واللغة الفرنسية، لابد أن تخاطبهم بلغتهم حتى توصل هذا الدين وتوصل هذا الفكر الذي تريد أن توصله إلى الناس. في قضية أخرى ذكرت يعني الجالية المسلمة في 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 يعني في الحمد لله في فرنسا الجزائري أقصد، يعني في أخبرت بعض الأئمة هناك يعني يقصدون أئمة الجزائر ومعروفين أئمة يعني الجزائريين يعني متمكنين ويعني ونشاط هناك كبير ويعني لا يوجد يعني مشكلة يعني مشكلة. نعم أنا يعني إذا سمحت فقط لأنه فيه زاوية أخرى لم نتطرق إليها تفضل. وهذا المتتبع للتطور الإسلامي في فرنسا ينتبه إلى هذا، أن هناك تضارب في المصالح في الهيمنة على هذه المساجد. هذه قضية أخرى ناقشناها أستاذ في مواضيع أخرى، لأنه الكثير من المصالح كثير من المصالح السياسية نعم تريد السيطرة على مسجد باريس، على هيئات مسلمة نعم في فرنسا، هذه قضية معروفة. ولهذا من خلال مخططها أنها تريد تشويه
بعض الأئمة الذين ينتمون إلى الجزائر أو بعض الأئمة الذين لهم وسطية واعتدال في الدين وأخذ مكانهم يعني من طرف. طيب في عجالة نذهب للموضوع الثاني. دائما في فرنسا أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعد رفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الخميس الماضي. وأصرت المرأة الجزائرية على أن معتقداتها الدينية تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في جنوب شرق فرنسا شهر جوان 2016. رفضت هذه المرأة أيضا مصافحة مسؤول هناك محلي آخر كذلك، ورأت الحكومة الفرنسية أن تصرفها يظهر بأنها غير مندمجة في المجتمع الفرنسي. نحن الآن أستاذ بن خروف أمام رفض مصافحة مسؤولين ترتب عليه حرمان سيدة جزائرية من الجنسية الفرنسية. هذا تناقض كبير للسياسة الفرنسية. نعطيك أنا شهادة الجنسية الفرنسية ومرة أخرى ربما نبعثها لك هنا، مكتوب عليها بالحرف الواحد بأن فرنسا تحترم الشخص الذي يحمل هذه الجنسية بمعتقداته الدينية والثقافية، هذا مكتوب على شهادة الجنسية. فكيف أنت يعني تعطي أو تمنح هذه الجنسية لإنسان وتقول له أنا أحترم ثقافتك أحترم معتقدك ولكن إذا لم تصافحني فأنا لا أمنحك هذه الجنسية؟ هذا تناقض في التعاطي مع هذه الملفات، وكأنك تقول له أعطيك أمنح لك الجنسية الفرنسية لكنك تتنازل عن بعض ما تعتقده أو بعض ما تؤمن به أو بعض من أجل هذه، وهذا غير ممكن جدا، هذا غير ممكن. مشكلة ولهذا أصبحت يعني فرنسا تتخبط في هذه المشاكل التي وجد فيها. الشيخ شرك نعاس كيف يتصرف هكذا الإنسان المسلم في، ما نحكيوش على فرنسا فقط، في بلد يعني كافر هكذا بين قوسين في بلد آخر غربي، أنه يتمسك بتعاليم دينه أمام البعض من يعني الدعوات هكذا؟ هو المعروف في دول أوروبا لاحترام حرية الإنسان حق الإنسان والديمقراطية، لكن في بعض الأحيان توقع هذه المشاكل يعني الشادة ولكنها توقع. لا لا كل يعني كما ذكر يعني اليهود يعني هم حريتهم في لباسهم في تقاليدهم في أعراقهم ولا أحد أنكر عليهم. لماذا ينكر على المسلم يعني المسلمة عندما لم تصافح هذا الرجل الأجنبي بالنسبة إليها؟ وفعلها صحيح يعني بارك الله فعلها صحيح. كيف تصافحه؟ ما دخل هذه في المنح الجنسية ونزعها أو جواز السفر؟ لا هذا التطرف عندهم، هذا هو التطرف. القضية يعني أحدثت يعني بلبلة وسط وسائل الإعلام الفرنسية يوم أمس. نعم، وليس هذه القضية فقط قضية مصافحة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، كثير أبعد من ذلك، وهو استفزاز لهؤلاء المسلمين أنفسهم، استفزاز. والعيب أقول يعني ليس فيهم 100%، لكن العيب أيضا فينا نحن الجاليات المسلمة، لأننا لم نحسن التعامل مع دين الحنيف، لم نحسن التعامل فيما بيننا، لم نصلح فيما ذاتنا بيننا، فيه تناحرات بين الجزائريين والمغاربة، بين المغاربة والتونسيين، بين الجزائريين والأتراك، بين الأتراك، فيه تناحر، وهذا الخلل أو الفوضى العالمة تستغلها السياسة السلطات السياسية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين، ما يهمهم هم الناخبون فقط. فهذا يعني رأيناه مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لكن رأيناه مع الرئيس فرانسوا هولاند، رأيناه أيضا مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كل واحد يأتي يحاول أن يأتي بمثل ما نقول نموذج إسلامي جديد. في فرنسا أستاذ بن خروف، في فرنسا إلى أي مدى يحدث هذا الصدام بين تعاليم الدين الإسلامي وتقاليد المجتمع الفرنسي يحدث مثل هكذا مشاكل؟ المجتمع الفرنسي المجتمع المدني قريب من الدين الإسلامي، قريب جدا من الدين الإسلامي. أنا نعطيه بعض الصور المثالية حول
اعتناق الشباب الفرنسي من أصول فرنسية الدين الإسلامي، وهو من خلال مصاحبتهم للمسلمين، الشباب المسلم الذي يتمتع بهذا الحصن الكافي الذي يقيه من التطرف مثل ما تفضل الشيخ منذ قليل، ويعني فيه تأثير إيجابي لهذا الشباب. لكن لما يعتنق الشاب المسلم أو الشاب المسلمة الفرنسية من أصول فرنسية الإسلام يجد نفسه لا يجد ضالته، لأنه في هناك موجات عديدة من يعني التعلم، أي إسلام يتعلمه، أي عقيدة يتعلمها، ولهذا تقصير، فيه تقصير في مسجد باريس الكبير، أنا أقولها وقلتها مرات عديدة، فيه تقصير كبير لهذه المؤسسة الدينية بامتياز. لماذا؟ لأنه لو كان فيه تكفل بهذه الشرائح التي تدخل الإسلام لا يكون هناك إسلام. صحيح. واحد في فرنسا يتبنى الوسطية والاعتدال وينبذ التطرف، وهذا نجده شاملا في كل أختم مع الشيخ شراك نعاس. حديثا من هذا النوع، طرد الإمام الجزائري، عدم منح الجنسية لسيدة جزائرية بسبب مصافحة، هذه الأمور كلها ضيق على المسلمين في الخارج، ممكن أنها يعني تكون كحاجز لتوسع الإسلام في هذه الدول. الله عز وجل تكفل بحفظ الإسلام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالإسلام محفوظ وتعاليم ديننا محفوظة، وكما ذكر الأخ يعني في أوروبا الآن يعني كل يوم آلاف يدخلون الإسلام، مئات الشباب من فرنسا يدخلون الإسلام، يعني أصول فرنسية، أصول أوروبية، ليس هناك أصول أخرى. ولكن الإنسان لابد أن يحافظ على دينه، ولابد كذلك أن يبلغ هذا الدين برفق. يعني هناك بعض يعني كما قال ذكر الأخ تصرفات، يعني بعض الحالات الشاذة من بعض الإخوة يعني هناك المسلمين، هي تفسد على هي تفسد أكيد. كما ذكر الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، قال والله إن الذي يعني أفسد هذا الدين يعني بعض المنتسبين إليه، يعني أعطى صورة سيئة وقبيحة عن الإسلام. فأنا أقول على الشاب المسلم والمرأة المسلمة هناك لابد أن تحافظ على دينها، أن تحافظ على معتقداتها، وكذلك أن تبلغ هذا الدين يعني برفق. لابد أن نعطي صورة يعني حتى وإن يعني منعوا حتى وإن كذا، لابد بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الدين، المعاملة الطيبة بالكلمة الطيبة. يعني نعم. كيف انتشر في في يعني في بلاد الهند والصين، يعني بالأخلاق الطيبة، بالتجارة، بالعفو، بالتسامح، هكذا انتشر الدين. أشكرك الشيخ شراك نعاس الإمام الخطيب من العاصمة، شكر موصول الأستاذ محمد بن خروف رئيس الرابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالمهجر. شكرا جزيلا لك. عندك إضافة في الأخير؟ شكرا أستاذ. نعم، الإضافة هو أن نتمنى أن لا تؤثر مثل هذه الظواهر على سلوكاتنا كمسلمين في هذه البلاد أو البلاد الأوروبية كلها، أن نحسن التعامل مع ديننا، أن نتصالح فيما بيننا، أن لا نتخذ هذا الدين وسيلة للبروز الأعمى في هذا المجتمع، بل ديننا قدوة، ديننا التسامح، ديننا يعلمنا كيف نثابر، يعلمنا كيف نتعامل مع الآخر حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا، يعلمنا كيف نصبح قدوة للدفاع أيضا عن مصالح هذه البلدان التي نعيش فيها، لأنها نعيش فيها محتوم علينا أن نعيش فيها. والله سبحانه وتعالى مثل ما قال الشيخ منذ قليل، الإسلام يحفظه الله سبحانه وتعالى، وهو صحيح. الذي ينير لنا الطريق يعني والأجيال الأخرى التي تحفظ وتسهر على أن يجد هذا الدين ويصبح أشكر. الدين يعني الآن نراه الدين الثاني في فرنسا. صحيح. حتى يعلم الكل. وملاحظة فقط، نحن قادمون مقبلون على أبواب شهر رمضان الكريم، فيه فرنسيين ليسوا مسلمين ويصومون شهر رمضان. الحمد لله، هذا دليل على كل شيء يعني. شكرا شكرا جزيلا لك الشيخ بن أو الأستاذ بن خروف رئيس الرابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالمهجر.